21 ساعة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم. صباح الخير يا حنان. حصاد إخباري متنوع، فلكم التحية والبداية بالعناوين. السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في سيناء وجنوب الوادي. ومع استكمال إجراءات تلقي طلبات التصالح، لجنة السرداد أراضي الدولة تتابع إجراءات التقنين وتؤكد أن المتحصلات توجه لمشروعات خدمية. تفاصيل الأحداث. زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي، هذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده سيادته لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي بشرق العوينات وتشكى. الرئيس السيسي اطلع أيضا خلال الاجتماع على جهود تهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ شمال سيناء ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد الجيش الثاني الميداني ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكى، حيث اطلع السيد الرئيس على جهود جهات الدولة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربية والموارد المائية والزراعة. وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على جهود تعزيز محاور الزراعة والري عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء لا سيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات. تأكيد رئيس الوزراء جاء خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في المحافظات وإجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات. كما طلب مدبولي بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند تحديد القيم الإيجارية لتلك الأراضي، وأشار إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفض التشابكات بين الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في عدة محافظات بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويغلق هذا الملف. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مجددا على أهمية تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة. ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة موقف المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الشرقية من 2018 حتى 2020 والمشروعات الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى متابعة موقف التعديات وطلبات التصالح في المخالفات. كما أكد مدبولي على أهمية تطبيق القرارات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن تحصيل 50 جنيها للمتر على مخالفات البناء في أي تجمع ريفي وخصم 25% من قيمة التصالح في حالة تسديد المبلغ بالكامل.
عقدت اللجنة العليا لترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعها الدوري لمتابعة معدلات الأداء في تقنين أراضي الدولة لوضع اليد. وأشار إسماعيل إلى أن مخالفات البناء يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، أما لوضع اليد على أراضي الدولة يتم التقنين للجادين معهم تنطبق عليهم الشروط وممن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك. شدد إسماعيل على عدم التهاون في تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة مع عدم المغالاة على المواطنين وفي حال التسعير المطلوب تقنينها، مشيرا إلى أن كل متحصلات التقنين لوضع اليد توجه لمشروعات للصالح المواطن. الاجتماع استعرض كذلك تقريرا عن تقنين أكثر من 18,000 عقد لمن توفرت لهم الشروط القانونية، كما تناول التقرير نجاح الموجة 16 من السداد نحو 3.7 ملايين من المليون متر مربع أراضي بناء ونحو 211,000 فدان أراض زراعية. أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنفاق نسبة 20% التي تحصل عليها المحافظات مقابل تقنين أراضي الدولة لوضع اليد. نعم، على أن يتفق تنفق هذه في مشروعات خدمية وتنموية في هذه المحافظات. هذه التصريحات تزامنت مع تخفيض قيمة التصالح لكل الريف المصري إلى 50 جنيها للمتر. نتابع. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومراعاة للظروف الاجتماعية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح لكل الريف المصري إلى 50 جنيها للمتر. وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى 18 مليار جنيه حتى يتم استبدال 90,000 فدان التي فقدت على مدار السنوات العشر الماضية، منوها إلى أن استصلاح الأراضي الجديدة يستغرق الكثير من الوقت والجهد والتكلفة لتعويض الأرض التي تم فقدها. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من السهولة على القيادة السياسية والحكومة نتيجة لتفاقم هذه المشكلة غض الطرف عنها كما كان يحدث في فترات سابقة، وأن الحكومة ليست بمعزل عن المواطنين وأنها دائما موجودة في الشارع ترصد كافة تساؤلات المواطنين حول ملف التصالح مع مخالفات البناء والعمل على وقف التعديات على الأراضي الزراعية. إن الدولة المصرية لم تكن لتستطيع أن تسير في خطط التنمية مع وجود هذا النزيف المستمر من البناء العشوائي المخالف، كما أنها عندما فتحت هذا الملف لم يكن ذلك عقابيا وإنما لخدمة المواطنين. وأكد مدبولي أيضا أنه لن يسمح اعتبارا من الآن البناء على أي قيراط من الأراضي الزراعية وبإغلاق هذا الملف نهائيا للحفاظ على باقي الرقعة الزراعية وحماية حق الأجيال القادمة. خلال السنوات الأخيرة تبنت مصر برامج إسكان متنوعة، وكانت الأولوية بالطبع لسكان العشوائيات والمناطق الخطرة والغير مخططة للقضاء على السكن العشوائي بكل صوره وأشكاله. سكن يتسم بالجودة ويستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين ويرد الاعتبار للمسار الحضري للقاهرة وعواصم الأقاليم. من الاستجابة لمطالب المواطنين البسيطة إلى توفير السكن اللائق لكل المصريين، تتواصل جهود الدولة لتنفيذ برامج إسكان اجتماعية وأخرى لمكافحة العشوائيات والمناطق الخطرة. وفي زمن قياسي نجحت الدولة في إنجاز العديد من مشاريع الإسكان العصرية لقاطني العشوائيات تصون كرامتهم وتوفر لهم حياة كريمة وتخرجهم من عتمة العزلة والتهميش إلى نور الحياة. سكن ملائم يتسم بالجودة ويستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية بهدف ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعيين. برامج إسكان ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية متعددة، فإلى جانب أنها تحفظ كرامة المواطن فهي أيضا ترد الاعتبار للمشهد الحضري الذي نالت منه كثيرا البؤر العشوائية على هوامش المدن الكبرى وعواصم
حاسم الأقاليم. بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال، تبوأت مصر مراتب متقدمة على مستوى العالم في محاربة العشوائيات وتوفير السكن اللائق للمواطنين البسطاء. توفير سكن يراعي كافة الشروط البيئية والصحية للمصريين هي مبادرة متميزة تركز على منظومة قوية من القيم المتمثلة في احترام الكرامة وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز الثقة في نفوس المواطنين. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي حفل تكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يوليو من عام 2020. بالفعل كما قام وزير الدفاع باستقبال وتكريم السيدة صفية إبراهيم يوسف المعروفة إعلاميا بسيدة القطار، وذلك تقديرا لموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة. نتابع. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم، حيث قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، والذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة لتستمر ملحمة العطاء جيلا بعد جيل. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة، ونظروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر، لتظل القوات المسلحة درعا قويا يحمي الوطن وحصنا منيعا يصون مقدساته، مؤكدا أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومي واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها. وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما واحتفاء لما تحملنه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء. وفي سياق متصل، قام الفريق أول محمد زكي باستقبال وتكريم السيدة صفية إبراهيم يوسف أبو العزم والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار خلال الحفل، وذلك تقديرا وعرفانا لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذي كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بأسلوب غير راق في واقعة فردية لا تعبر عما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة. وأكد القائد العام أن رد فعل السيدة صفية إنما هو تأكيد على أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، ومهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفي حقها باعتبارها الأمة المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء عبر مختلف الأزمنة. كما قام الفريق أول محمد زكي بتكريم المجند الذي قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذي يتحلى دوما بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلا عن تطبيقه الإجراءات الوقائية والاحترازية بالشكل الأمثل. وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التي هي عنوان كافة أبناء جيش مصر العظيم.
خلال تفقده محطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير قيادات السكك الحديدية بضرورة الحرص على انتظام جدول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحافظة على المحطات والقطارات، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. كما وجه أيضا بضرورة الاحترام بالكامل للركاب في مختلف المواقف، وأن تكون خدمة الراكب أول اهتمامات العاملين بالسكة الحديد، مشددا على أنه لن يسمح بأي خطأ في حق أي راكب. أحداثنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. شكري ونظيره الأرمني يتفقان على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا، ويؤكدان أن التدخلات التركية في المنطقة تزعزع الاستقرار. قال وزير الخارجية سامح شكري إن التدخلات التركية في الشؤون العربية مؤشر على سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار بالمنطقة ولا تقود إلى الحوار. ذلك خلال مؤتمر صحفي لشكري مع نظيره الأرمني، الذي أكد تضامن بلاده مع مصر واليونان وقبرص بالنسبة للحقوق الاقتصادية في شرق المتوسط، مثمنا جهود مصر لتعزيز السلام خاصة في ليبيا. أعلنت تركيا انسحاب سفينة التنقيب التابعة لها التي أثارت غضب اليونان على خلفية عمليات التنقيب التركية غير الشرعية في المياه الإقليمية لليونان شرقي المتوسط. من جانبها وصفت اليونان الانسحاب التركي بأنها خطوة أولى إيجابية، مشددة على أن أنقرة بدأت تفهم أن سياسة الاستفزازات غير مجدية. كما أكد رئيس الوزراء اليوناني أن أثينا مستعدة دائما لبدء اتصالات استكشافية مع تركيا. أكدت القيادة العامة للجيش الليبي وقوفها إلى جانب الشعب في تحقيق مطالبه والخروج في مظاهرات في سبيل مطالبه العادلة خاصة الأمن. وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على أهمية تحقيق المطالب العادلة للشعب الليبي خاصة الأمن، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيا والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا. كما أكد تعهد الجيش بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين الذين يعملون على خروج المظاهرات عن مسارها السلمي. ننتقل إلى لبنان، فبعد أن تعهد دول المانحة بتقديم مليارات الدولارات للبنان في عام 2018، لم تصرف تلك المبالغ بسبب إخفاق لبنان في تطبيق الإصلاحات المطلوبة منه ومواجهة المشكلات التي شلت القطاع المصرفي وتسببت في انهيار قيمة العملة. للمزيد في سياق التقرير التالي. في محاولة لإنقاذ لبنان من النفق المظلم الذي يعصف بالبلاد حاليا، يضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عام 1975 و 1990. وكانت القيادة اللبنانية قد وعدت ماكرون أثناء زيارته لبيروت أوائل الشهر بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين تقريبا لإنهاء الأزمة الاقتصادية هناك، والتي تفاقمت بانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس. ومن المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل الحكومة على الرئيس ميشيل عون اليوم الاثنين في مسعى لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهورا بسبب الخلاف على تسمية الوزراء والتي لابد أن تحظى بدعم الطوائف الرئيسية في البلاد. هذا وأعلن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني أن حزبه يرفض الطريقة التي يتبعها أديب المكلف لتشكيل حكومة جديدة، وأنه لن ينضم لمجلس الوزراء لكنه سيتعاون في كل ما يلزم لاستقرار بلاده. خلال لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أعرب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو القادم.
أشار السيستاني إلى أن الانتخابات النيابية تحظى بأهمية بالغة، محذرا من التأخير في إجرائها أو إجرائها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلاد وتهديد وحدتها ومستقبلها. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة سعيا لتنفيذ أحد وعوده الأساسية التي أطلقها عقب توليه للسلطة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية. أعربت مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه التحالف العربي في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي، وأكد بيانه للخارجية اصطفاف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية في مسعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. وأدانت الخارجية استهداف الميليشيا للمنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 153 إصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة. وأفادت الصحة في بيانها اليومي بارتفاع عدد المتعافين من المصابين بالفيروس 84161 حالة وخروجهم من العزل الصحي. أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن المملكة سترفع بشكل جزئي التعليق المفروض على الرحلات الجوية الدولية بسبب إجراءات كورونا اعتبارا من غد الثلاثاء لتسمح بسفر بعض الفئات من المواطنين والمقيمين، كما سترفع كل القيود قيود السفر بالنسبة للمواطنين اعتبارا من الأول من يناير المقبل. أعلنت المجموعة السويدية البريطانية استئناف تجاربها السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا اليوم الاثنين في البرازيل، وذلك بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية هناك. هذه التصريحات تزامنت مع إعلان النمسا عن موجة ثانية من الفيروس الذي أصاب وأودى بحياة ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم منذ ظهوره العام الماضي. نتابع. بين الإحصائيات والإجراءات الوقائية تواصل كورونا فرض نفسها على المجتمع الدولي وتطل برأسها من جديد لتشهد النمسا موجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تصيب ما يقرب من 9000 مواطن من سكانها الذين لا يزيدون على 9 ملايين مواطن. ووفقا لما أعلنه المستشار النمساوي يبلغ عدد الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس 750 وفاة و 33,000 إصابة. وعلى النقيض من ذلك شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في عدد الإصابات في سول العاصمة، ليعزز ذلك اعتزام السلطات لتخفيف القيود المفروضة بدءا من اليوم الاثنين وعلى مدى أسبوعين، فيما سجلت التشيك 1541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة بالبلاد، بينما اقترب عدد المصابين في فنزويلا من 1000 مصاب خلال الساعات القليلة الماضية. وتجميعا للأرقام والإحصائيات أسفر الفيروس عن وفاة ما لا يقل عن 921,097 شخصا وإصابة ما يقرب من 29 مليون آخرين منذ ظهور الفيروس أواخر العام الماضي. وتتصدر وفقا لهذه الإحصائية الولايات المتحدة بالمصابين والوفيات، تليها البرازيل والهند فالمكسيك فالمملكة المتحدة. جولة في صحفنا المحلية أصدر الصباح اليوم، ولكن بعد الفصل. البداية من الأخبار. الرئيس السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في سيناء وجنوب الوادي. الأهرام وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة. الوفد تسعير موحد لإيجارات الأراضي الزراعية في الهيئات المختلفة.
الأهرام وزير المالية لانية لزيادة الضرائب ووفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا. والختام يأتيكم من جريدة الجمهورية، وفيها محافظ القاهرة يوزع 3000 شهادة أمان فئة 500 جنيه على المرأة المعيلة بحي الأسمرات. اجتمعت أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر بمقر ائتلاف دعم مصر للإعلان عن الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب على القائمة الموحدة للتحالف. يشارك في الاجتماع عدد من الأحزاب السياسية المختلفة التي تعمل على تغليب المصلحة الوطنية دون الشخصية. أما الآن فجاء موعدنا مع الأخبار الطريفة المتنوعة بعيدا عن أجواء السياسة، وجولة سريعة في العواصم الغربية والعربية. في ألمانيا تقوم المعارض خلال أسبوع الفن بعرض أعمال فنية لمتاحف تعود لألمانيا الشرقية سابقا بعد مرور 3 عقود على انهيار حائط برلين، ويعتبر هذا مدخلا جديدا للتعامل مع الفن الذي يرجع إلى هذه الحقبة الزمنية، كما يعد بمثابة قوة دفع لتجديد الاهتمام بهذا الفن. في نيويورك أقيم أول مزاد لمقتنيات متعلقة بعالم موسيقى الهيب هوب، وتكرس معروضاتها لشهر سبتمبر من أجل هذه الثقافة، وتعرض التاج الذهبي لمغني الراب الأمريكي بيجي سمولز. ومن المتوقع أن يباع التاج بقيمة تتراوح بين 200,000 و 300,000 دولار أمريكي. في المغرب نجحت مهندسة مغربية من إعادة الحياة من جديد لجلود الأسماك، فالغريب هو أن تمسك هذه المرة حذاء أو تمسك حقيبة مصنوعة من جلود الأسماك، وهي حقيقة واقعية لفكرة المهندسة المغربية التي أخرجتها للوجود. وإلى تونس فقد خرج العشرات من صغار السلاحف البحرية من موائلها الطبيعية وشقت طريقها إلى شواطئ جزيرة قوريا التونسية بفضل جهود بعض خبراء البيئة. السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تواجه مخاطر المخلفات البلاستيكية والصيد العرضي وتغير المناخ التي أثرت بشدة على هجرتها المعتادة. يسود طقس معتدل شمالا مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا. ونتعرف الآن على درجات الحرارة. سيد أحداث 24 ساعة عرضنا لها من الفضائية المصرية والقناة الثانية. شكرا لكم، في أمان الله.